بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا عازمين ان شاء الله باش نلقاو واحد النتيجه ايجابيه اللي غتخول لينا ان شاء الله ندخلوا للاقصائيات، خصوصا المقابله المقبله ديال اللي غتكون مصيريه ديال تنزانيا. كاع اللاعبين يعني كيتمتعوا بمعنويات مرتفعه، كلهم بغينا نعطيو الاضافه، وهذا الشيء كامل غينعكس ان شاء الله في المباراه ديال الغد. كيداير الجو بين اللعابه؟ كيداير الجو؟ الجو كيسودوا الاحترام، الجديه، فاللاعبين كلهم معروفين ب يعني بالعقلية الاحترافية ديالهم. الحمد لله الأمور كلها كدوز في واحد الأجواء مزيانة، كنتمنى إن شاء الله تنعكس وتكمل إن شاء الله بالمقابلة ديالها. شي كلمة للجمهور؟ كان الجمهور المغربي غير راضي على النتائج اللي كانوا في كأس إفريقيا، كنتمنى إن شاء الله باش نبداو هذه المرحلة جديدة بواحد المعنويات مرتفعة ونكونوا عند حسن ظنهم إن شاء الله. شكرا.